اليوم يعني حلقة يعني راح تكون أكيد حلقة جدية، يعني ما نحكي بأمور جدية أكيد. هلق أنا شخصيا بدخن توباك وما بدخن حشيش، يعني ماني خبير بالحشيش والأفيون، بس كنت فكرت جرب الأيواسكا وهذا التود، يعني لشوف شو الإحساس والسايكو أكتيف دراجز هول بيغيروا لك من شخصيتك ونفسيتك يعني permanently. فعندي كان حشرية بس ما جربت بعد يعني، لكن بدنا نحكي هلق بالحكمة، شو الحكمة من الحشيشي والأفيون بالتجارب الدينية، وما نحكي إنه هل كان لها تأثير على أديان وعلى منظمات دينية. وأكيد راح يكون معنا بآخر الحلقة الصديق أشرف محمد، هو خبير يعني بالحشيشي والأفيون، هو راح يعطينا يعني رأيه بالحشيشي والأفيون وتجارب الروحانية، لأنه هو مسلم ملتزم وكمان بحشش يعني، فما نشوف الفرق بين الاثنين. تحياتي للجميع مجددا، آسف إذا ضيعتكم بين البثين يعني. أكيد يعني معنا بعض أرباب الحشيشي مثل بيك سموك مثلا، جون سيلفر، أنا من أعمال جون سيلفر بعرف إنه بحشش يعني، عنده إبداع الزلمة خلاه. طيب تعال نضرب لك شوية كم وحدة حشيشي بنبلش هيك، بنبلش على من بيتين يعني بالبخت محشيشين اوريدي بعد ما بلشناش. طيب الحشيش مضروب يا زلمه. هلا خليك في توباكو مع حشيش، هذا اطيب شيء يعني، بتاخذ من التوباكو من الحشيش. انا الحشيش لحاله ما بحبه لانه انا بحس يعني نفسيتي رايقه، بديش حشش اكثر من هيك يعني. يعني هيك بحب التوباكو، بس توباكو مع حشيش غير منيح يعني. مع جرجو احترام الضيف يعني، لو عندنا اختلافات معه بس هو رغم الخلاف معه يعني قبل يشارك معنا وهيك، فما نحترم الضيف ارجوك من مصر يعني. واصلا خلافاتنا معه يعني غير قصه، رح نحكي هلا في مطرح اكاديمي يعني. بس انا ما تاخرتش مصدي، انا بلشت على الوقت بس بلشت بالمحل الغلط يعني، مع انه اليوم ركضوا كركبه وعملنا له بوستر لدانيال هلا من كم دقيقه، فعملته بالبوستر مش 10 دقائق تقريبا، بسرعه بسرعه يعني. ف تكشش الحمام دانيال طلعت شاهدته الادرس تبعه كان مزرعه بامريكا، كان هو ضابط طيران حمام او شيء، مربي له كم حمامه. تحياتي فهد عزوز حبيبي، يلا خلينا نبدأ كالسخت من هذا. دور الحشيش والأفيون في القصص الدينية. طيب أول شيء يعني لما بتبلش تحكي عن الحشيش والأفيون لازم تحكي عن مين؟ عن السيثيانز، وهن بالعربي السكوثيون، وهن كانوا يعرفوا يعني إذا بتلاقي بالتاريخ اليوناني يقال عنهم يعني شعوب ما بعد البحر الأسود، وهلق التاريخ اليوناني بيقول لك إنه هن كانوا محاربين أقوياء، وأول من يعني تمرس على الخيل وصار عنده فروس في يعني ذاك الأنحاء من العالم في ذلك الوقت. وفي بعض من يهاجمهم بيقول عنهم نور وحضر وهيك يعني. لكن المميز لكن حتى بأعدائهم بيشكروا فيهم فروستهم وشجاعتهم وبطولتهم ومواقفهم يعني. والملفت بالسيثيانز انه كان التحشيش من طقوس الدينيه تبعهم، كان دينهم يعني اشبه بدين الووكينج شامانز. هلق بنشوف انه عندهم قرابه مع الفريجنز، ف يعني او اعتقد اسمها فريزنز، هن كانوا بين بلغاريا واليونان، يعتقد انه هن يعني في قرابه بيناتهم. وهذيك كمان عندهم طقوس دينيه مبنيه على الحشيش، هلق ندخل فيها يعني بشكل دقيق. طيب فهو دي السيثيانز، هلق بقول طقس السيثيانز المشهور وكيف تاثيره على اليهوديه، بس راح اوضح كمان الفريزنز هن اسمهم بالعربي التراقيون، كان عندهم التراقيون اللي هن قرايب السيثيانز، كان عندهم الكابنو باتاي، هن اولئك الذين يمشون والغيوم حولهم، يعني ووكينج شامانز يعني بيدخن وبيؤمن بعالم الارواح والارواح مثل الهنود الحمر هون بكندا، يعني كان عندهم هيك طقوس متشابهه
وبيحششوا من الحشيش بيوصلوا للارتقاء الروحي والرؤية الدينية وكل هذا. فهن السيثيانز كان عندهم الخيمة طبعا. هلا في الخيمة طبعا كانوا عم يستعملوها السيثيانز، كانوا يستعملوها لما يكون عندهم دفن، بعد الدفن بتوضوا ليغسلوا حالهم من الميت، وكانوا يقعدوا بخيمة ليوضوا روحهم. توضئة الروح كيف تصير؟ يقعدوا كلهم بخيمة ويجيبوا حجر سخن ويكبوا حبوب بذر القنب اللي هو الهامبسي، يعني هذا إذا بأكل العصافير، وإذا بتزرعه بيطلع معك هاش. فهذا كانوا يكبوه ويحرقوا هذا البذر ليطلع منه الدخنة ويتنشقوها، فيصير عندهم مثل يعني طقس روحاني هكذا. ولكن كان يعتقدوا انه هذا بيعطيهم نقاء روحي، يعني لما هن يدفنوا الميت لما يحششوا خلاص بينسوا الاحزان وبيرتقوا، يعني بيطلعوا من هذا الاكتئاب اللي عايشينه او الحزن على الفقيد او الميت. فهون دخلت معنا خيمه السكوثيون. هلا هذه المشكله والشيء الملفت الجميل هون، هاي لها كان تاثير يقال او يزعم على اليهوديه. ليش؟ هلقنا ما عندك موسى، عندك موسى هو أكيد شخصية مختلقة وليس شخصية حقيقية، لكن عندك موسى كان عنده أيضا خيمة، وهذه الخيمة على أساسها على نسقة، يعني على تقطيع الثلاث غرف فيها تأسس ثم من بعدها معبد سليمان. وهذه الخيمة كما يعني يقول سفر الخروج، يعني في كتب المسيحية بيقول لك: وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى. يعني لما موسى يكون عم بيحكي مع ربه يكون في دخنة طالعة من باب الخيمة. شو معناتها هي دخنة؟ شو اللي عم تطلع؟ ليش بس لما يحكي ربه بيطلع دخنة؟ هل كان موسى مثلا عم بيحشش، عنده طقس روحاني قريب لطقس السيثيونز اللي ذكرناهم السكاثيون؟ هل عنده خيمة مشابهة لهذا النسق يعني؟ ليش كان يطلع دخان مثلا؟ شو تفسيره؟ حتى الهه يهوه مش اله سماء، يعني هو اله جبال وحرب، يعني اله ايرون يعني. فما بعرف انه ليش. هلك بس نشوف الشات يعني لحظه. فاكيد انا هون مش عم قول انه موسى كان اكيد عم بحشش، بس انا هون يعني عم قل لكم في شيء غريب بالامر، في امر محير. انه هذا الطقس كان معروف حوالي بلاد الفرس والهنب، ويعني ما بعد البحر الأسود كان في ووكينج شامانز وعندهم هذه الخيام، وكان فعلا بعد الدفن يلتقوا في هذه الخيمة ويولعوا بذور القنب ويطلع دخان ويحششوا ويصير عندهم حدث روحاني. نقرأ بقصة اليهودية إنه موسى كان له خيمة، كان يطلع دخان من الباب، وكان لما يطلع دخان يكون هو عم يحكي مع ربه، يعني هو تجلى الله إليه بطريقة ما. طب ما سر هذا؟ ليش هذا عم بيحدث؟ يعني هل هناك في تشابه؟ موسى كان شخصية مختلقة، فأنت لما تختلق شخصية فيك تجيب أساطير من البلاد الفرس وتحطها إله، يعني سهل. أنا ما عم بقول إنه موسى شخص حقيقي وكان ووكينج شمان مرتبط بالسيثي، ما عم بقول هيك. عم بقول هو شخصية مختلقة لها أساطير مختلقة. هل معقول يكون هاي مبدأ الخيمة تبعه هو سرقة إذا بدكم، أو مأخوذ من السيثيونز، من هؤلاء الناس اللي كانوا عندهم هذه الطقوس؟ يعني هذا فقط ما أسأله. وبعد في موسى، ليك موسى شغلته في كله نيران ودخان وهيك، في شيء مريب بموسى، أنا بلاش شك فيه للزلمة. هلا المفروض أكثر، يلا. وهون يا أحبة كمان ما بينتسى القصة المشهورة إنه موسى لما شاف شجيرة محترقة أو بيرنينج بوش، أو يقال عشب محترق أو علاقة محترقة، وهي العلاقة اللي هي عم تحترق النار، قال تجلى فيها الله وتكلم معه. ليش الله بيحكي؟ ليش الله ما بيحكي مع موسى غير بالنار وبالدخان؟ يعني ما مش عم بفهم. بالخيمة قال بيطلع دخان لما يكون عم يحكي لربه، وهلا قوني بالبيرنينج بوش احترق الشجيرة وظهر فيه الله فيه. طب معقول شو كان عم يحرق موسى؟ يعني معقول موسى كان عم بحشش وعم بيشوف الله وعم بيجي له هالاشياء الروحانيه مثلا؟ او هل هذه الاشياء هي اساطير او قصص ماخوذه من السيكاثيون او السيثيانز، ماخوذه منهم
وعطوها لموسى. هاي القصة حتى بالقرآن، القرآن بيقول لك هذه البقعة التي جلس فيها موسى حين رأى الشجيرة المحترقة هي بقعة مباركة. طيب انه ليش الله بس عم يطلع له بالنار والدخان للزلمة؟ ليش الله محطط بس يطلع له بالنار والدخان؟ ليه؟ وقال لا، قال بيتمسخروا في بعض الاسلام السنة انه مثلا كيف بيامنوا طائفة معينة انه الله ظهر لهم بشكل ناسوتي، انه كيف انه صايري بيقول لك مثلا احتجب الله في علي بن ابي طالب، قال بيتمسخروا. طب ما انت عندك الله عم يطلع بعشق محترق، وبكتب المسيحية واليهودية يعني موسى عم يقعد بالخيمة عم يطلع منها دخان ويحكي معه ربه. يعني هل تجلي الله في الدخان والنار أفضل من تجلي الله في صورة ناسوتية بشرية واحتجاب جزئي انعكاس، يعني مثل ما حكينا في حلقات النصيرية والدروز وغيرها والأيزيدية أيضا. طيب فهلا نحكي عن مشروب الزرادشتية، بس بدي رجع الصورة علي، هذا بدأ شوية شرح. ما إذا عندكم أسئلة اسألوا شباب، أنا عم بقرأ التعليقات. إيه مزبوط مزبوط، هو إيه مزبوط كرم. يعني أنت إنه أنت ضد عبادة النار، حتى في إسلام بيتمسخروا على الزرادشتيين وبيعبدوا النار، بس عندكم بقصص موسى ما أنتم عم تعبدوا النار، يعني الله عم يبين بالنار كله نار ودخانها مع موسى، مع يعني مش يعني شو هالقصة، يعني في إنا فيها. أنا برأيي لا، إذا أنا برأيي في نوعا ما يعني شك إنه يكون قصص موسى هي مأخوذة من قصص الووكينج شمان تبع السيثيونز، يعني أو السيكاثيون، يلعن اسمه بالعربي يا زلمة، بعرف. طيب ايه، في ناس مهووسين بتوليع الحرائق، يعني بهيك بيولع كل شيء حواليه، عنده النار يعني شيء مميز، بيبقى بيحمل هالقداحة بيولع. انا مرة وانا صغير هيك كنت تقريبا، بس ما كنت ولع شجر، كنت برم على هذا خرطوش الرصاص الصايد وولع هيك، كان عندي هاي الولاعة هاي تعرفها البس تعمل هيك دايركتد فليم اسمها بالانجليزي، بالعربي ما اعرف شو اسمها. فمهم دوب بالبلاستيك، اخر في مره شلت وحده يعني حشوه رصاصه على الارض، فكرتها فاضي، طلعت فيها ضرب، قاعد ولع فيها، ما تدوب معي، ها قاعد ولع فيها، رحت اخذتها لواحد كان معنا صديقه لوالدي، قلت له هاي مش عم بتدوب معي ليه؟ طلع فيها هو كبه هيك، قال لي هذه مليانه ولا شو بك؟ هلا في الحشيش سموك ويد افري داي، فهد عزوز من اخواننا المحششين كمان. طيب طيب فخلينا نحكي لك، خلينا نحكي بمشروب الزرادشتية البانج، هي حتى اسم الحشيشة ببلاد فارس هي البانجا، وبمصر بيستعملوا بانجا بس هو يعني من اصل فارس. هلك يبدو لا يعرف إذا قبل الإسلام أو بعد الإسلام، بس يبدو في عند بلاد فارس بيجيبوا حشيشة بيستخرجوا منها الزيوت الأويل يعني، وبيخلطوها مع أنبيد وبيشربوها، فهي كمشروب مخدر يعني وروحاني. وبعض منهم يقال إنه بصير عندهم تجربة روحانية من بعدها، يعني حتى بيفسروا الإسراء والمعراج تبع النبي انه هو شرب مشروب، هو اوقات يسمى هذا المشروب بمشروب بالسوما، شرب هذا المشروب وبعدين يعني ارتقى روحيا وطلع عند ربه، طلع عند ربه بس رحله روحانيه مش رحله فعليه. هي حتى بالتفسير الاحمدي، الطائفه الاحمديه بالاسلام هيك بتفسر الاسراء والمعراج. انا قلت اعراج ومعراج، لا قلت اسراء ومعراج صح. طيب هاي المشروب موجود ببلاد فارس ولحد اليوم موجود، لحد اليوم بيتعاطوه على فكرة، وبعض من العرب سموه مشروب التوحيد، انه هو عم بيوحد ربه من بعده، بحس حاله هو الله. حتى في بعض القصص الدرزية
الكاتبة شو بنسميه، هو كان شاعر فرنسي بس اجى على مناطق الدروز ولبنان وسوريا وهيك، وكتب اشعار. باحد اشعاره بيكتب حتى انه الحاكم بامر الله اعطاه احدهم مثل معجون مشتق من الحشيش، فلما اكلوا الحاكم بامر الله حس حاله انه اعتلى يعني بتجربة روحية، حس حاله انه امتزج مع الشخص اللي معه، صار في مثل امتزاج افكار، كانهم صاروا وحدة واحدة. يعني حتى بالتجارب هذه بالمخدرات بيقولوا لك حتى انت بتعيش حاسس حالك انت فرد، بتصير شايف حالك انت، المجتمع كله ينظر في عينيك انت. هاي في كتب يعني، في اعتقد شو اسمه هذا الكاتب المشهور، نسيت اسمه هلا، راح على بالي عن اسمه، الان شي اسمه، هذا بيحكي عن هذا الموضوع، هو هندوسي يعني مراجع او ريفيجنست. بس لا بس بذكر لكم اسمه، انا عندي كتبه على الكندل، بس هذا شوي كمان قريب على التنمية البشرية وهيك، بس عنده افكار جميلة، هو عنده هاي الفكرة اللي انا ذكرتها بس احسن. عرفت شيئا وغابت عنك اشياء، يعني نسيت حتى شو اسم كتابه. الان واتس، واسمه كتابه ذا بوك، ذا بوك اون ذا شو، لحظة ذا بوك اون ذا تابو اجينست نوينج هو يو ار، يعني عنده حتى ذا بوك واسمه الان واتس، عم بيقول لك انه انت لما بكتابه بيذكر انه لما تتعاطى يعني بعض السايكو اكتيف دراجز يعني مثل ال اس دي وغيرها، بتغير عندك الوعي، يعني حس الوعي عندك بتغير، بتشوف حالك جزء من، مش بتشوف حالك، بتشوف حالك انت الكون، مش جزء من الكون، انت الكون نفسه، عم تطلع بحالك، يعني ما بتعود عندك هالايجو والفرديه. حتى هذا في جنوب امريكا بالمكسيك، في مثل ضفدعه بتزرزب مثل ماده مخدره على ظهرها، فهن شو بيعملوا فعليا، بيجوا بيعصروها يعني بيشيلوا عنا هالمواد وبيتعاطوها لهالمواد، اسمها داتود، هو مخدر كتير قوي يعني داتود، وحسب تجارب انه بحس واحد حاله انه الله، بصير يشعر بكل العالم، حتى بحس انه رقعه الوعي تبعه بتتسع، بصير يشوف كل العالم. فهالتجربة الروحانية موجودة في الشعوب المختلفة، عند الزرادشتية موجودة بهذا مشروب البانج، ويقال له البانجا أو الصوما وأسماء مختلفة. طيب خلينا نرجع للموضوع شوي. وعندنا جامع كتب اليهودية عزير، يعني ويعني هو يعرف بكذا اسم، يعني إزدراس وعيزرا وهيك. هلا في إزرا الملاك، اوقات بالكتب الاسلاميه بيغلطوا بين الاثنين، ما هن القران يقول زورا وكذبا انه كل اليهود بيعبدوا عزير كانه ابن الله، مع انه ما في ولا يهودي بيعبد عنده هالعباده بالثيولوجيا، بالكتب الفلسفيه والثيولوجيه ما بتلاقيها، بالتلمود بتلاقي انه ايزرا ملاك عادي لكن يقال له ابن الله مثل باقي الملائكه، بس هي ملاك ايزرا ما خصه بعزير، عزير جامع كتب وما عنده هالاهميه باليهوديه يعني، لكن هو يعتقد انه جامع الكتب. فيقال انه يعني يعني وانا حاطط المصدر، يقال انه شرب مشروب لونه ناري فاشتدت فيه حكمته وذاكرته ل 40 يوم، وقال في 40 يوما كتبت 240 كتاب. طب شو شرب؟ شو هذا المشروب؟ هل معقول يشرب مشروب روحاني مثل اللي ذكرناه؟ شرب مشروب يعني خليط بين النبيذ والحشيش مثلا، لانه عم بيقول مشروب لونه ناري واشتدت فيه حكمته وذاكرته، وكتب 240 كتاب، هو معروف اللي بحشش فيه يعمل ساعات أطول، يعني كثير من الكتاب مثلا آيزاك أسيموف كان يحشش يتعاطى ويكتب كثير. فهل عزير جامع كتب اليهودية كمان هو فعلا تعاطى؟ هذا سؤال يعني في علامة استفهام.
انا ما عم بقول صار هيك فعلا، انا عم بعطي فرضيات وانتم حرين تقبلوها وترفضوها، وانا في منها انا مش قابلها يعني، هيك بس عم نجرب نحك راسنا يعني سوا. طيب هذا عزير جامع الكتب اليهودية. طيب هل الإسراء والمعراج كما ذكرت معقول المحمد يكون شرب له شيء وفكر حاله طلع على الجنات السبعة وحكي مع الأنبياء، أو إسراء ومعراج هي فعلا انتقال يعني رحلة روحية رحلة فعلية؟ هل هي رحلة فعلية على البغل الطائر براق، أو هل هي تجربة روحانية كما تقول الطائفة الأحمدية في الإسلام؟ كمان هذا سؤال يطرح، فخلينا نشوف الشات وبعدين نرجع للسحر العربي، وكمان إذا يستعمل الحشيش والأفيون فيه يعني. بيك سموك عم جرب نشف الشاي ونعمل للبايب بيرتي السماء السابعة. فهد لحوا لمحمد ما بقى. حتى في قصة على فكرة الإسراء والمعراج تبع الزرادشتية، هلا الإسلام بيقولوا لك هذه من بعد الإسلام الزرادشتية عملوا قصة مشابهة لقصة الرسول وأعطوها لأحد الكهنة عندهم. لكن هو فعلا الكتاب المذكور نفسه يرجح أنه يكون من القرن الحادي عشر، لكن الزرادشتية بيقولوا لك أنه هاي الصورة والرسمة هي مأخوذة من كتاب أقدم. فيعني في رأيين في هذا الموضوع، يا هي فعلا من القرن الحادي عشر وهو شيء الزرادشتيون أخذوه من الإسلام، ويا هو يا المسلمين كذابين وهي فعلا عادات فارسية قديمة بالإسراء والمعراج هن أقروها في دينهم أنه حصلت لمحمد. ففي يعني في هذا الموضوع. وبيك سموك عم بيحشش، عم بياخذ راس حشيش قليل حشيش يعني، ما بعرف كل الشباب طلعوا كلهم حشيشين على فكره. صعب وسهلا. هو سلمان الفارسي بيسمى بالسلسال او بالنصيريه، وعند الفرس بيسمى بكذا اسم على فكره، حتى اسمه بالفارسي روزبا. نحن الدروز بلفظوها غلط، بس بسموا أولادهم أوقات روزبة على اسم روزبة على اسم سلمان الفارسي. طيب يا شباب، إذا عندكم أسئلة أسأله، أنا بدي أخذ استراحة صغيرة. اسمه بيك سموك يعني بيكون حشاش، بيك سموك بده يدخن الحشاش عيب الشم. هلك بنحكي ليش الاديان اصلا مثل الاسلام بحرم الحشيشه؟ ما هي مصدر روحانيات يعني، فهمت كيف يعني؟ ليش في كمان هالسؤال يطرح؟ هل بيخافوا مثلا الشاب يصير عنده تجارب روحانيه ويتغير وعيه وفكره، ما يعود مسلم، ما يعود يصدق في معجزاته مثلا، لانه بيموت السحر تبعهم اذا الشاب بصير يعرف انه هيك حشيش صغير بتاخذها او حبه صغير بتاخذها، بصير انت بتحس حالك النبي يعني. فما بعرف، هذا كمان موضوع بنطرح حالك باخر الحلقه. ما حدش عم يسال اسئله، كلهم عم بيدخنوا يعني. خالد بدخن معكم كسخت حالك. طيب 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 اوكي، عندنا كتاب غاية الحكيم وهو كتاب سحر، بالانجليزي بترجموه بيكاتريكس. بهذا الكتاب بتلاقي اعتراف صريح انه يعني حرق الحشيش له دور في استحضار الجن. حتى بيقولوا لك عن طقس الساحر فيه يتنشق دخان الحشيش حتى يرى يعني حتى يتكلم مع الجن ويحضر السحر وغيره. فحتى انت بتلاقي بلبنان مثلا البصارين او غيرهم والمشعوذين بيحرقوا بخور وهيك،
لكن انا بشك انه كمان بيحرقوا حشيش ومواد تاني. يعني انت تفوت لعنده بتلاقي البيت كله دخان وعطورات وهالاشياء، هاي اشياء بس ليسهلك نفسيتك ويدخلك مخدرات على جسمك حتى انت يصير عندك رؤى واحداث غريبه وانت تصدق انه هذا فعلا متصل في عالم السفلي وعالم السحر وغيره. فنرى يعني هذا بكل وضوح في كتاب غايه الحكيم، هو اهم كتاب ومستعمل من كل السحر العرب. يعني في اعتراف انه يعني يحرق الحشيش وغيرها من الدخان وهذا يساعد في عمليه السحر والشعوذه. اكيد يعني هذه كلها خرافات، بس هنا عم يستعملوا الحشيش ليصير عندهم تجارب روحانية ويقنعوا نفسهم إن هن على تواصل مع الجن أو يقنعوا الزبون عندهم. طيب، وعندك كمان بعض الدراسات أو الاطروحات بتقول لك إنه قوة الإسماعيلية والصوفية، يعني نحكي مثلا بالعهد الفاطمي وغيرهم، إنه كان عندهم شيء أكثر من الإسلام العادي. يعني الإسلام السني الظاهري القشيري السطحي تبع ابن تيمية وغيرهم، ما عندهم تعمق روحاني. يعني بتطلع قلب السماء بيقول لك يا الله هاي روحانيته، بس ما عنده تعمق في الدين وما عنده إحساس إنه هو فعلا متصل مع الله. وهي هل يعني الطائفة السنية ناشفة كتير، يعني مثل المرأة اللي بتتشطح على ظهرها، يعني ما بتهيج. يعني الطائفة السنية كتير هيك بتحسها ميكانيكية، نصلي وصوم وبكره بتطلع على الجنه وهنيك فوق عندك تجارب بجنس وغيرها. اما الاسماعيلي والصوفي كان عنده شيء مميز انه كانت تحب الشرب والرقص والروحانيه من خلال هذه، وكانت من خلال هذه الطقوس الداخل في مثلا الفاطميه او الاسماعيليه يصير عنده تجارب روحانيه يعتقد انه طائفته هي فعلا الاقرب الى الله. أما الطوائف الآخرون يعني ما يشوف فيهم هذا التعمق والروح الروحاني يعني. فأكيد الصوفية بتستعمل الحشيش في بعض الطقوس، ولكن بنسبة قليلة. يعني يقال عندهم مثل، يعني إذا بتاكل كتير حشيش أو بتتعاطى كتير حشيش بتصير مثل حمار، بدك قليل لينعش قلبك وينعش روحانيتك، بس مش كتير يعني. وهلأ أنا حاطط لكم سورة الحاكم بأمر الله، بتلاقوا كل صورة له حامل كاس تنبيد عم بيشرب، يعني كان سكرجي حسب الصور. هذه صور قديمة يعني رسمت في عهده. يعني عند الفاطميين كان في مبدأ الرقص والشرب والكيف، ويعتبر هذا شيء روحاني مش شيء مخالف للأخلاق، مش شيء عار، بالعكس يعني هاي الحياة البشرية والاستمتاع فيها. فهذا كان سلاح الإسماعيلية والصوفية. وعندك الطائفة النزارية الإسماعيلية ما يسمى زورا في الحشاشين، هن اسمهم هن كانوا يسموا حالهم الفداوية أو المجاهدون. وكان حسن الصباح في جبال ألاموت بالإيران ببلاد الفرس، كان عنده جنة صغيرة على الجبال، ويقال حسب الزوار الأوروبيين وغيرهم إنه كانوا يولعوا كمان حشيشي في الكهوف ويصير في طقس روحاني جوات الكهف. يعني يصير الناس تتنشق، يعني يا حريق بذور القنب وغيرها، ولما يتنشقوها يصير عندهم تجارب روحانية. فهذا كان سرهم، وهذا هو كان طائفة إسماعيلية، يعني النزارية الإسماعيلية. ف يعني نرى هذا موجود في الأديان النصيرية والإسماعيلية والصوفية، في اعتراف ولو لا يقرع في العلن انه فعلا مواد الحشيشه والمخدره بتساعدك في التجربه الدينيه، بتخلي عندك الوعي يعني يكبر وبتخلي عندك الوعي يتعمق. طيب هلا منفوت بموضوع شوي متشعب، بس خلينا نشوف الشعب. نحن عم نجرب، انا عم نجرب نبرم على شيء افضل من الريسترين لانه في مشاكل كثيره، بس كل شيء عم بلاقيه ما عم بيطلع منيح. هو الستريم تقيل وفي مشاكل، ما فيني احط الفيديو تبعي بشكل كبير مع الصوره مثلا، ما فيني اعمل بستريم يارد بهذه ميلان وغيرها من الابلكيشنز، بس ما لقيت شيء على صعيد عام افضل من الستريم تبعي.
ايه هو اللي بيقعدك فوق يعني بالانبساط فوق. بس حسن صباح عمل جنة على الأرض، ودين كان مسلم، كان يقال زورا عن الحشاشون انه كان هن بيتعاطوا فبصيروا يأجرموا ويقتلوا. اول شيء هن كفرقة، مع انه كان عندهم خلافات مع الدروز، صار عندنا مشاكل بيننا وبينهم بالقرن الثاني عشر، في ضحاك بن جندل بوادي التيم قتلوا له خيو الفداوية، فراح وانتقم وقتل رئيسهم وقتها، ورئيسهم كان ممثل الله على الأرض غير حسن الصباح، كان اسمه بهرم الفارسي أو هيك شيء، أو بيرام أو بهرم شيء هيك. ف يعني في لكن كانوا اللي عندهم شغلة مميزة الفداوية، إنه كانوا عندهم فكرة أنت بتحارب عدوك ما بتقتل مواطنين وأطفال وأبرياء، أنت بتحارب عدوك مين بتقتل؟ بتقتل السياسيين والقادة. يعني عندهم كان اغتيالات، لكن اغتيالات السياسيين والقادة مش الأبرياء. يعني هذا القول أنهم كانوا الإرهابيين الأوائل كذب، ما كانوا إرهابيين، الإرهابي عم يقتلك أولاد وأطفال، هن كانوا بس يقتلوا سياسيين ويقتلوا قادة ويقتلوا أصحاب مراكز، لأنه بيعتقدوا الشر كان من قلة قليلة تتحكم في العالم، ولم يكن الشر من العامة يعني جمعاء. مساء النور أستاذ لوقا، وتحياتي للجميع، في ناس يمكن ما حييتهم، بعتذر. طيب، فهذا عن ما يسمى الحشاشون، هم اسمهم الحقيقي الفداوية، مع أن الفداوية كانت مرتبة، يعني هنا عندهم مراتب، بس معظمهم كان يقول عن نفسه فداوية أو مجاهدون. يعني فأنا حقا لهم كل اسمه الحقيقي. والمؤسف ديانة تبعهم غير معروف، يعني الكتاب الوحيد اللي كان فيه معلومات عنهم احتروا صفحات الدعوة الجديدة، فيه فصل الدعوة الجديدة، وهو كتاب دستور المنجمين، في عنده فصل اسمه الدعوة الجديدة، هو كتب أيام حسن الصباح عن الدعوة النزارية الإسماعيلية، لكن النسخة الوحيدة الموجودة أعتقد هلأ هي بفرنسا في باريس، النسخة الوحيدة الموجودة بتفوت على صفحات الدعوة الجديدة، مخزوقين متريين طايرين يعني. فما نعرف عنهم حسب ما بيقولوا الأغا خان، يعني بالنظرية الإسماعيلية الحالية حسب ما هن يقولون، وحسب ما قال فيهم أعدائهم، لكن كتب ومراجع فعلية عنهم غير موجودة. شكرا حبيبي أستاذ دوكا، كلك ذوق، وتحية أكيد لسام جونيور صاحب الحشيشة يوحنا يعني. طيب، فهلق يا شباب بدي أحكيكم بموضوع آدم وحواء، لأنه هلق أخيرا عن بالبودكاستات عن جو روجن وغيره صار في كتير حديث عن الموضوع، وأكيد عن جو روجن هو بيحشش، يعني بيجي ضيوف لعنده بيحششوا كمان، ف في كتير منهم بيشوف الدنيا كلها بزاوية الحشيشة يعني. فحتى قصة آدم وحواء جربوا يعطوها شيء خاصه في الحشيش والأفيون، هلق ندخل فيها، هي فرضية يعني، هي ليس شيء مؤكد، أكيد آدم وحواء قصة مسروقة منهوبة يعني من البابلية وغيرها، ويعني اليهود ألفوها، أكيد قصة غير حقيقية أو واقعية أو علمية، بس هنا عم يجربوا يفسروها بطريقة تأويلية يعني. فخلينا ندخل شوي بالموضوع. فبيقول لك هو آدم وحواء، إنه اللي حصل بآدم وحواء إنه ما أكلوا تفاح أو أكلوا نجاصة أو أكلوا برتقانة أو ما بعرف شو، لا، هن كان في فرضية، وهي أكيد هي غير مؤكدة يعني، بتقول لك انه هي عباره صوره تاويليه، عباره انه البشر صاروا ياكلوا فواكه عليها فطريات، وهذه الفطريات يعني فيها مواد مخدره، فلما صاروا ياكلوا هالفطريات صار عندهم تجارب روحيه، لما صار عندهم البشر تجارب روحيه صار عقلهم يتطور، ما عادوا محدودين في حياتهم البسيطه، صار عندهم افكار خارج الصندوق من وراء هالفطريات. فبعد بيطلع عن جو روجن بيقول لك انه حتى ادم وحواء هي الفطريات والتخدير وهالقصص هي اللي اعطتهم تجارب روحانيه ادت الى انفجار الوعي عند الانسان، لان هو الانسان كما ذكرنا في حلقات سابقه يعني ضل مليونين سنه لاخترع الفأس، و4 مليون سنه ليطوروا شوي، بعدين ب10,000 سنه صار عندك انفجار وعي هائل ملعون الاب والاجداد، يعني
هناك اختدني. صار عندك الحضارة البشرية والتنظيم والمدن وغيرها. فهو بيقول انه للانسان، يعني الانسان القديم لفتح دماغه شوي على الدنيا، طرخ له يعني صاروخ حشيشي او اكل هالفطريات، وصار عنده تجارب روحانية وتجارب ويعني وتطور الوعي تبعه بسبب هذا التعاطي. فهن بيعتبروا انه ادم وحواء اذا وجدوا هن الناس اللي تعاطوا وبلشوا، يعني نحن سلالة حشاشين ومتعاطين. من التعاطي والمخدرات اتسعت رقعة دماغنا وصار عندنا هذا الوعي الذي نملكه اليوم. هذا احد الفرضيات، واكيد هي كل شيء يعني كل شيء بالهواء، يعني ما في شيء صلب يعني. فحتى ادم وحواء طلعوا بحششوا يا جماعة، او طلعوا بياكلوا فطريات المشرومز. هون في ناس بيزرعوا مشرومز على فكرة، المشرومز كمان بيعطيك تجارب روحانية قوية. طيب حتى خان فوت بالمسيح. طيب فهذه بس خلينا، فيقال بالكتب اللي بينت الغنوصية اللي بينت بناك حمادي بسيناء، منهم The Acts of Peter and the 12 Apostles. هذا الكتاب بيعطيك صورة مختلفة عن المسيح الذي تراها في الأفلام وفي الفيديوهات المسيحية. بيقول لك هو كان يشفي الناس، لكن يكون معه شنطة فيها أدوية وفيها زيوت. حتى في مقاطع من المسيحية بيقول لك إنه نحن حطينا زيوت على هذه الناس. هني لا، هني بيقول لك حتى علبة دواء، يعني كان معه شنطة دواء، حامل سايلي أو شوال في أدوية وأعشاب، وعم يداوي الناس، يعني كان طبيب شعبي. هذه غير ما يقولونه المسيحيون، إنه لا، كان بس يحط إيده على الشخص ويحكي كم كلمة ويشفيه، أو حتى بدون ما يشوفه يشفيه. لا، حتى يعني هو الفيلسوف سالس أو سيلوس هو أول من انتقد المسيحية بكتاب اسمه كلمة الحق. يعني كانت تنتشر المسيحية في أوروبا، فهو عمل كتاب اسمه كلمة الحق ورد قاسي على المسيحية. بهذا الكتاب شو بيقول لك؟ بيقول لك كان يعني يعمل المسيح في مصر، كان عامل في مصر، يعني ليبر، يعني عامل يدوي، ما بعرف شو، يمكن يزق احجار، نجار، ما بعرف. مهم هنيك تعلم هذا الطب، وهو الطب المصري القديم في المداواة في الاعشاب وغيرها. فاخذ هذا الطب، وهو الفيلسوف سالس ما بيقول طب، بيقول قوة او بيقول مهارة، يعني ما بيحدد انه طب. وفي بعض ناس بيقولوه بيقولوا انه عم بيقول تعلم سحر مصري، لكن لا، هو ما بيقول سحر، يعني هو بيقول قوة، يعني تعلم شيء من مصر، أخذه المسيح من مصر إلى فلسطين، وصار بهذا الطب وهذه الأعشاب يدعي أنه يقوم في معجزات، لكن هو حقيقة ما كان عم بيقوم بمعجزات. وأعتقد في نظرية تانية ذكرها فهد عزوز مرة عندنا، هلا بنحكي عنها بسرعة، يعني هذا من باب يعني إنه المسيح، فكرة إنه كان يداوي من دون أدوية أو شيء خاطئة. هو كان يستعمل أدوية، وهذه الزيوت فيها تكون زيوت مخدرة. يعني أنت في هذا العصر القديم المتخلف، يعني إذا أنا بشيل شوية زيت مخدر وبحفه على إيد شخص عم توجعه إيده صحي، بيعتبرها معجزة، بيعتبر في شيء صار، إنه هذا شيل زيت بسيط حفه هيك على إيدي بطلت حس بالوجع، فهذا عم يعمل معجزات، هذا عم يشفي الناس مثلا. يرجح إنه إذا كان فعلا المسيح شخصية حقيقية وليست مختلقة، أن يكون ممكن أن يكون طبيب شوارع، طبيب شعبي، واستخدم هذه الأمور. حتى شيء ملفت، القرامطة، رئيس القرامطة، وهي فرقة إسماعيلية، رئيس القرامطة أبو طاهر الجنابي عنده مقولة مشهورة يقال أنه قالها، يعني من الأعداء، يقول في ثلاثة أشخاص خربوا هذا العالم. أولهم راعي أغنام هو موسى، وثانيهم طبيب شعبي وهو يسوع المسيح. يعني حتى ابو طاهر الجنابي بيقول عن المسيح طبيب يعني عربي، يعني تقريبا، او مثل عندنا طبيب العربي، يعني طبيب الشعبي. وثالثهم محمد، ولعله محمد الأسوأ لانه كان نشال صحاري ومجرم. هذا مقوله لابو طاهر الجنابي، اللي هو من فرقه اسماعيليه قريبه للدروز، تنكر الأنبياء، يعني مثل الدروز، يعني بيعتبروا الأنبياء أبالسة، وهم على الأرجح على حق يعني. طيب
فهيك كان رأي القرامطة حتى بالمسيح، أنه كان طبيب. والفلسفة المسيحية، الفلسفة اليونانية الوثنية كانت وقتها كمان هجومها على المسيح في كتاب كلمة الحق، كان أنه تعلم شيء من مصر وجاء وطبقه في فلسطين وادعى أنه يقوم في المعجزات. وفي قصة قالها أخونا فهد مرة عنا عن شيء اسمه الفقير أو الفكير بالهند. هلا هو جماعة بيصير معهم بيتعاطوا، يعني هن أكيد تعاطي الحشيش بالهند جاي من السيثينز. فأكثر شيء لحقت شيفا هي إله مدمرة الكون بالهند، عندهم طقوس تعاطي حشيش يعني علني وما بيخجلوا فيه، يعني بيعتبروه من الدين. ففي بعض منهم قد ما بيزيدوا من التعاطي بصير عندهم اوفر دوز، فكذا مره يفكرون ماتوا يدفنون يرجعوا يقوموا من الموت. ففي نظريه، وهي اكيد بالهوى يعني ليس شيء صلب حكي، يعني في نظريه بتقول لك انه المسيح تلاميذه حتى يداووه شو عملوا، جابوا له شربوه مواد مخدره مثل السوما او شيء هيك قد لا يخففوا عنه الاوجاع لانه راح ينصلب ويتعذب. هو قد ما شرب منها هذه تخدر كل جسمه وبطئ دقات قلبه، فهني فكروه الرومان ميت، فهني فعلا دفنوه على اساس انه ميت، بس هو كان تحت تاثير الاوفر دوز ليخففوا من عذابه ووجعه. فعاد لما راح تاثير المخدرات قام من الموت، بس هو فعلا ما قام من الموت، هو كان طيب، لكن كان أعطوه شراب ليقلل من آلامه وتعذيبه في وقت صلبه. وحتى هذا الفيلسوف سيلوس بيقول لك إنه تهمة المسيح ما كانت أنه قال أنه ابن الله، هو بيستشهد سيلوس بالتلمود، بيقول لك تهمة المسيح أنه كان يقوم في السحر والشعوذة حسب اليهود، يعني كان سحر، كان يعتبروه ساحر، ولما يعتبروا شخص ساحر طبعا هذا في ارتباطات بالالكيمياء وبالشيمياء والليمياء كلها، وصل تبع دانيال عمرو يعني. فكمان تاخذ انت هذا عنا اعتبار. يلا فاكيد هاي فرضيات بالهواء يعني، بس نفكر بالموضوع، مش عم بطرح شيء انه حقيقه مطلقه. نحن هون فيش حقيقه مطلقه عندنا، هون عندنا نحن عم نبرم على الاقل خطا على اي تفسير هو عقلاني اكثر ويتماشى اكثر مع المعطيات. فتفسير انه شخص بيموت من الموت وبيخلق من عذراء وبيمشي على الماء وهيك، هذا اكيد تفسير خرافي. نحن عم نجرب نبرم على صورة للمسيح تتماشى اكثر مع المعطيات الواقعية وتكون واقعية، يعني تكون فيها افتراضات اقل وتمثل الواقع بشكل حقيقي اكثر. بس هاي كلها فرضيات، يعني ما عم نقول هاي اشياء فعلا هيك. طيب وعندك سؤال، يعني سؤال يطرح نفسه، لأن احنا حكينا انه السيثيانز السيكاثيون كانوا يولعوا، كما رأينا كانوا يولعوا بذر القنب كطقس روحي بالخيمة عندهم السكوثيون. طيب كانوا يولعوا بذر القنب بالخيمة عندهم السيثيان تانت مشهورة، ورأينا كمان موسى لأمر غريب كان يطلع عنده دخان بالخيمة. فهذا السؤال يطرح نفسه، يعني هل معقول رجال الدين اللي هن بيبرموا على حيالله شغل اللي يضحكوا فيها على الناس ولا يصير عند الناس تجارب روحانية، وبتعرفوا الإنجيليين كيف، بتعرفوا المسيحيين عامة كيف وبحبوا المعجزات وغيرها، معقول إنه ما حدا خطرت له الفكرة إنه بدل ما نحرق ورد وبخور عنا بالمعابد نحرق حشيش مثلا، نحرق بذر قنب، نحرق مواد لها تأثيرات مخدرة ولو بسيطة وقليلة؟ هذا بيعطيك بالعكس، بصير كنيسة كلها بتصير عندها تجارب روحانية وفرح وهللويا. يعني حتى نرى داخل الكعبة في مثل مذبح هندوسي مبين علينا بالصورة، هذا من الهندوس، الهندوس عندهم هيك طاولات بالمعابد تبعهم وبيحطوا عليها ورود. طب ليش الكعبة فيها هيك محرق مثلا؟ هل انه لا يولعوا عطور واشياء تخليك انت فعلا يكون عندك تجربة روحانية، تحس انت فعلا يعني ببيت الله مثلا ايام زمان يعني مثلا؟ حتى الهندوس عندهم بيحرقوا مواد كما قلت وبصير عندهم تجارب روحانيه، والمسيحيين بيحرقوا بخور وغيره، شو عرفك مش عم يحرقوا شيء تاني مع البخور؟
هي سؤال يعني، نظرية مؤامرة يمكن، بس سؤال، لأنه هو فعلا الأديان تستغل كل شيء حتى تقول يعني تتنافس مع الأديان الأخرى وتقول أنا عندي معجزات وتجارب روحانية والله ظهر والله لمسني وغيرها. هل معقول ما في حدا جرب يستعمل المخدرات في الأديان المنظمة حتى يصل إلى هذه الغاية مثلا ويضحك فيها على الناس؟ هذا سؤال. فالخلاصة يعني، يعني ماذا فضل الحشيش والأفيون على الدين والروحانية؟ هل فعلا الأديان العميقة مثل الصوفية والإسماعيلية وغيرها والهندوسية والبوذية استطاعت من خلال مواد مخدرة أن تصل إلى تعمق في الوعي وفي الروحانية؟ وإذا كان هذا صحيح، طيب ليش الأديان الإبراهيمية مثل الإسلام وغيرها تحرم الحشيش ويقول عنه عشبة الشيطان مثلا، مع أنه هو بيخليك يصير عندك وعي ويقظة؟ وحتى في ناس يقولون، يمكن مش علميا صح، بس يقولون أنه حتى المبدعين بيدخنوا كثير حشيش وبيساعد على تواصل العمل. الحشيش ما بيعطيك إبداع، ما بيعطيك، ما بتصير خلاق من وراه، لكن بتصير فيك تشتغل ساعات أطول. ورأينا حتى جامع كتب اليهود مذكور في القرآن، وهو عزير، بيقول شربت مشروب لونه ناري اشتدت فيني حكمتي وذاكرتي لأربعين يوم، فكتبت في 40 يوما 240 كتاب. طيب ماذا هذا؟ طيب إذا هذا ليش محرم؟ ليش؟ بلكي البخاري كمان ضرب له شي صاروخ وجمع كل هذه الأحاديث. بلكي محمد لجمع، مش محمد، زيد بن ثابت لجمع الآيات كمان تعطى له شيء مثلا. كمان زيد بن ثابت يقال أنه من أصل يهودي، بلكي مثل عزير شرب مشروب عزير وجمع آيات القرآن مثلا. يعني ففي سؤال يطرح، يعني هل الحشيش والأفيون مفضلة على الأديان؟ هل الخرافة الدينية جزء منها أو جزء كبير منها هو من وراء هذا التعاطي وهذه التجارب مع المخدرات قديما وحديثا؟ لأنه المخدرات مش وليدة اليوم، موجودة في الحضارات والأديان القديمة كما رأينا، وفي تشابه. يعني في عندك خيمة موسى بتشبه خيمة السيثينز، هذيك بيطلع منها دخان وهي بيطلع منها دخان، وموسى بيحكي مع ربه وهنيك يعني عندهم بتصير تجارب روحية مع الأرواح، هني يعني مثل الشامانز يعني، يعني بيؤمنوا بأرواح متواجدة بالكون وغيرها. طيب فهذا كان موضوعنا، يعني يا ريت يا ريت إذا حدا بحب يشارك يشارك، وفيكم تسألوا أسئلة من الشات. طيب جون سيلفر بده مشروب السوما، حتى في نظرية إنه الفرق الماسونية، لما هي الماسونية صارت تبحث بأصولها في الشرق يعني، ففي منهم بيعتقدوا انه ليش كل هالتركيز على الهولي جريل، الكأس الذهبي تبع المسيح. بيعتقدوا حتى انه الكأس الذهبي للمسيح هو عبارة ودليل عن مشروب الصومة، لان انت بتشربه بصير عندك تجارب روحانية، يعني ما حط المسيح بس مبيد عادي فيه، بيعتبروا انه هذا كان مشروب الصومة اللي عطى تلامذة المسيح تجربة روحانية وصاروا يصدقوا انه المسيح هو ابن الله. إذا صدق هو ابن الله، حتى في أقوال تانية بتقول إنه كانوا، هو ما كان يقول عن حلو ابن الله أساسا يعني. طيب أستاذ لوكاس عم بقول لك علبة الحشيش بيكون فيها تحذير، استهلك هذه المادة، استهلاك هذه المادة قد يجعلك تظن أنك إله أو نبي، لكن تذكر أنك قد تناولت في مغسلة الصحون بدل الحمام. طيب ايه، يمكن خطر على الأديان، يمكن خطر على الأديان واحد يحشش يحس حاله الله، لأنه فعلا في كما قلت الأيواسكا وهذا التوت بيخليك فعلا تشعر أنت الكون كله، ما بتقعد شاعر بأنه أنت لابس هالقميص البشري اللحم الدموي.